المجتمعات تواجه تحديات أساسية ديمقراطية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حتى المناخية، وتؤثر بشكل كبير وبشكل أيضا مباشر أو غير مباشر على الصحة العمومية، مما يفرض علينا الاستجابة بشكل سريع وفعال، سيما فيما يتعلق بمحور المحور الاستراتيجي وهو الوقاية. الطب الوقائي يدخل في إطار الصحة العامة منذ سنوات. تلاحظون أن الكلام كثر أكثر على الاستشفاء منه على الصحة العامة، والوقائية تسمح لنا أننا نقي بلدنا من الأمراض التي أصبحت الآن محل رجوع في مناطق الجنوب وغيرها. لما كان القطاع الصحي كانت المسائل الدفاعية وقائية دفاعية كان لها الكثير من النتائج الإيجابية. الآن ضمرت مصلحة الطب الوقائي، وهو خطأ.